أولا نشكر القائمين على هذه المبادرة، تنظيم إفطار جماعي على شرف الطلبة الجوانين. نشكرهم على هذه المبادرة ونشكر جميع الزوار. ونقول لكم مرحبا بكم في الإقامة الجميع عمار عاشوري، الإقامة التي 17 جنسيا، ونحن ولله الحمد عايشين في ظروف عائلية. الدولة الجزائرية لنا كل الإمكانيات. رسول الله عمار عاشوري ممثل الجالية الصحراوية اليوم في هذا الإفطار الجماعي تحت رعاية السيد والي ولاية باتنة. الأجواء كانت أخوية بين الطلبة الجالية العربية والإفريقية كذلك. الفطور الحمد لله، كذلك الشكر موصول لمدير الإقامة الجامعية وطاقم الإقامة الجامعية كذلك على حسن ضيافة الطلبة الأجانب في بلدهم الثاني والجزائر، جزائر الشموخ. نحن مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسطنا بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقال ارتئينا أن ننظم هذا الإفطار لإضفاء نوع من الأجواء الرمضانية.